هذا. ولذلك لا استحي والله، والله لا استحي ان اقبل على هذا الحمار قبلة احترام وتقدير، لانه فعلا يرفض زواج المثلين، ان يتزوج حمار بحمار او تيس بتيس او ديك بديك، ثم ياتي بالغرب توقيع قرار تزويج المثلين، زواج الرجل بالرجل المرأة مرأة. احترامي وتقديري لك ايها الحمار الخدوم المحترم. بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة. ايوه ايوه احفاد. ايوه احمد اخس عليك.